خطرا على النظام خطرا النظام الاجتماعي نفسه. انها مشكله البشر. يعرف الغش بانه سلوك يهدف الى تزييف الواقع لتحقيق كسب غير مشروع. هذا بصفه عامه ماشي غير في الامتحان. اذا هو سلوك يهدف الى تزييف الواقع لتحقيق كسب غير مشروع مادي او معنوي او ارضاء لحاجه نفسيه. الغش المدرسي هو تزييف نتائج التقويم الذي هو من اهم عناصر المنهج. اذا في الامتحانات بالذات هو تزييف لنتائج التقويم، يعني العلامات ولا الملاحظات التي تقدم. الغش في الامتحانات المدرسيه هو شكل من اشكال الخيانه، وهو سلوك غير مشروع يقوم به المترشح، لا تبيحه القوانين ولا تجيزه الاعراف، ومن ثم فهو يعتبر سلوكا غير مقبول اجتماعيا. وتطلق سمة الغش على كل النشاطات غير المسموح بها في الامتحانات للحصول على تقديرات جيدة أو تحقيق بعض المتطلبات. إذا هنا نركز برك على أنه غير مسموح به، وهو السلوك يعني منبوذ، هو استخدام وسائل غير مشروعة للحصول على واجبات صحيحة أو إجابات صحيحة. هذا بالنسبة للامتحان والأسئلة الموجهة إليه، يحاول أنه يغش به.